حنايا كشباب وشابات مدينة أكادير خرجنا كنطالبوا بتخفيض الأسعار وكنطالبوا بمجموعة من المطالب اللي هي عادلة ومشروعة واللي من حق الشعب المغربي أنه يستفد منها كمجانية ديال الصحة كمجانية ديال التعليم. كنطالبوا بإلغاء الخصاصة، كنطالبوا بتوفير مناصب للشغل للشباب والشابات، إلغاء البطالة وأهم مطلب حاليا اللي هو خصهم يلقاو شي حل لهذيك الحكومة لأنها ما كتخدمش نهائيا المصالح ديال الشعب، يا يبدلوها يا يسقطوها يا مهم يلقاو لها شي حل لانها ما كتخدمش نهائيا المصالح ديال الشعب المغربي. وكنتمنى تكون بدايه ديال واحد السلسله ديال النضالات على الصعيد الوطني اللي خاص الناس يخرجوا يطالبوا بالحق ديالهم في العيش الكريم، الحق ديالهم في الحريه وفي الكرامه والعداله الاجتماعيه. حسن الحيموتي، عضو اللجنه الوطنيه للنهج الديمقراطي والكاتب الجهوي للجامعه الوطنيه للتعليم. اليوم هذا اليوم 20 فبراير دعينا لهذه الوقفة الاحتجاجية اللي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية فرع أكادير وعطت أمل تغيير للشعب المغربي. كذلك جينا اليوم للتنديد بالغلاء المعيشة وغلاء الأسعار اللي مس جميع فئات الشعب المغربي، سواء الطبقات الوسطى سواء العمال سواء الموظفين سواء الناس اللي ما عندهمش الأجر. كذلك المطالبة بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلين الرأي والمدونين والصحفيين والتضامن مع النضالات اللي كتخذها الطبقة العاملة والموظفين. إذا هذا اليوم هذا خصنا يبقى في التاريخ ديال الشعب المغربي وخصنا نستلموا منه الدروس، خصوصا هذا الوضع اللي كنعيشوه في ظل تدني الحريات، وخصنا من جديد الشعب المغربي ينوض ينظم راسه ويخرج الشارع للمطالبة بالإسقاط الفساد والاستبداد. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.